أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اليوم أنه في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقياداتها الوطنية والتي حافظت على الانسجام في المؤسسات الدولة. هذا وقال الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للاحية العسكرية الثالثة بشار أن المؤسسة لاحظت تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع الشعارات المغرضة والتي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه. بهذه المناسبة أود أن أقول بكل صراحة أن في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب لتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية التي تمكنت بكل بصيرة والتي تمكنت بكل بصيرة وحكمة من حفاظ على انسجام مؤسسة الدولة وضمان سيرها الحسن. لكن ما لاحظناه في الأيام الأخيرة هو تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة. الجيش الوطني الشعبي ظل ثابتا على موقفه مؤكدا على طموحات سياسية لقيادته سوى خدمة الجزائر وشعبها، وقد تأكدت مصداقية هذا الموقف بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق.